سلام عليكم. رابل مون بارت 2 ذا سكار جيفر هو فيلم خيال علمي ويصلح للناس اللي اعمارهم فوق 13 سنه، والفيلم ترى معروض على نتفلكس. علشان تتابعون هالفيلم لازم تشوفون الجزء الاول من اخراج زاك سنايدر ومطور طاقم كبير من الممثلين. ويا جماعه الخير ما راح اقول لكم القصه وراح الخسيرة في الموضوع، لان قصه هالجزء مو مختلفه عن الجزء السابق، وفي وايد كلام ما راح اذكره فيها المقطع ذكرته في مقطع الفيلم السابق مال بارت 1، نفس الكلام المكرر. هالفيلم صراحه كان خيبه امل اكبر بالنسبه لي انا لزاك سنايدر. انا من يعني معجبين بافلام زاك سنايدر، انا احب الاشياء اللي هو يسويها، احب الامور البصريه، ولكن رابل مون بارت 1 و 2 بالاخص بارت 2 اثبت لي انه هو اوت اوف كنترول. الفيلم يا جماعه الخير ما قدم لي اي شيء مختلف عن الجزء الاول، مع انه حاول ياخذ نفس معادله فيلم افاتار 2 اللي كانت ناجحه بالنسبه لي انا. الفيلم جدا جميل ورائع وناجح تجاريا، حاول طبقه هني سنايدر ولكن التطبيق ما كان ناجح جدا، لان عنده مشكله جوهريه وهي القصه وهزالتها وضعف الشخصيات والتمثيل. يعني الفيلم ترى مثل ما ذكرت بصريا جميل، في وايد اشياء بس تسوون في توقفونها تسوونها بوز، هاي وول بيبر الكمبيوتر، اشياء جدا حلوه. في مشاهد اكشن فعلا خرافيه، في مشهد اكشن معين بحيث السفينه تكون كذي مايله ونازله وفي كاركتر يعني نازلين وصلت كذي نفس قتال، شيء خرافي. الديزاين مال الكيوغرافي التصميم 10 على 10، بيرفكت بيرفكشن يعني من ناحيه الوان تصوير كل شيء. بس كل شيء ثاني في هالفيلم دي غير جذاب بالنسبه لي انا، خصوصا للشخص يحب الفانتسي والساي فاي. هالشيء ترى صعب، يعني انا من النوع اللي يعني دائما بشوف افلام رعب نو ماتر وات، بس ساعات ما اسوي لكم عنها فيديوهات، وانا قلت هالشيء من قبل، اشوف اي شيء رعب حتى وتقييمه في IMDb 2 من 10، واشوف ساي فاي، افلام خيال علمي. هالفيلم ما شدني، ما اهتميت فيه، يعني حتى من ناحيه الفلاش باك والستوريز، هالفيلم ذي يحاول قاعد يعني يقول لكم ترى هي ترى في شيء عود جاي في الدرب، في شيء عود جاي، بس في بارت 2 ما اعطتني هالشيء الكبير العود اللي جاي في الدرب، ما شفته انا، انك تكررت لي نفس احداث الجزء السابق، بس ما فيها اي تضخيم، ما فيها اي تحسين. ما فيها اي ابجريد، اتس ذا سيم، نفس الشيء، فانت قاعد تضيع وقتي 4 ساعات على شنو؟ قاعد تكرر لي الفيلن؟ مو حرق بس ترى تشوفونه ترى في الدعايه، بس هاي تكرير للفيلن ليش؟ بس انا قلت لكم افاتار لان في عناصر معينه المنتس من بارت 1 ردت في بارت 2 بس تم تضخيمها وتحسينها وتجميلها وطلعت احلى ومور فن ووايد انترستنج مثير للاهتمام. هني الفيلم جدا ممل وما في اشياء مثيره للاهتمام غير الامور البصريه. للاسف هالفيلم ستايل جبار وجميل ومذهل بس ما في جوهر، جوهر خالي، وعلى ذي كله ما قدرت استمتع بالفيلم وايد، لان اجين نفس ما قلت بالفيديو السابق، اسف اني قاعد اكرر كلامي، الاوفر استخدام مال سلو موشن، اللغه البصريه السينمائيه مو متطابقه مع الفيلم. في مشكله ترى، مشكله يعني اخراج لحد ما، لو كان النص قوي اقدر اتغاضى شوي عن الاخراج شوي، لو كانت القصة والنص يعني شيء يجذب ويأسر المشاهد. هو دائما يسوي حركة الفوكس على شخص معين وورا كله يكون يعني out of focus أو blurry مو بواضح، شيء جميل حبيبي مسوي لي اياها 1000 مرة في الفيلم، محتاج. انت اثبت لي انك مصور خطير، انت اثبت لي انك بصريا مذهل. موسيقى الفيلم وايد اسطورية وخرافية، بس موسيقى الفيلم لو اعطيكم شيء مقارنة، تخيلوا مثلا موسيقى انسبشن او بليد رانر 2049 على فيلم مثل ترانسفورمرز، ما يركب صح؟ يعني موسيقى جدا ابيك واسطوريه وصج صج صج جميله بمعنى الكلمه، تنحط على فيلم هزيل. هاي اللي انا حسيته لما كنت اشوف رابل مون بارت 2، وانا ما احب يعني اذم الافلام وايد، انا عارف مو سهل تسوي فيلم، وانا فان لزاك سنايدر، بس انا كل الكلام اللي قاعد اقوله يعني عن زاك او حق زاك لمصلحته، يعني لان ابغى اشوف الافضل. انا حبيت افلامه وايد وكنت ادافع عنه، انا كنت اشوف شيء مميز، بس رابل مون بارت 1 و 2 ما احسهم انهم اخراج نفس الشخص، اوكي في امور بصريه يس، بس الاخراج لايك شلون تعرض القصة، شلون تسوي لها انترستنج، ما في للاسف الشديد. ما حبيت احطم وايد، مو مثل اول يعني. فتقييم الشخصي للفيلم هو 4 من 10 لبعض الامور البصريه والسمعيه الجميله. قولوا يا جماعه الخير ايش رايكم في الفيلم؟ وكم تقييمكم من 10؟ وهل تبي تشوفون افلام مكمله او افلام في عالم رابل مون؟ انا صراحه ما ابي اشوف. كتبوا رايكم في قسم التعليقات، واذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوينا شير وسبسكرايب وفولو بعفو وسائل التواصل الاجتماعي. يلا يا جماعه نشوفكم على خير.